الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طيب نحن ما زلنا نتحدث عن المعالم والسمات العامة لأهل السنة والجماعة. طيب عندنا اليوم موضوع الوسطية عند أهل السنة. الوسطية عند أهل السنة. طيب الوسط يأتي بمعنى العدل والخيار. الوسط يأتي بمعنى العدل والخيار. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي صحيح البخاري والوسط العدل. والوسط العدل. وهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واختلفوا في رفع هذا اللفظ وإدراجه. وحقق الحافظ ابن حجر في الفتح ورجح أن هذا اللفظ مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح أيضا والوسط العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة. والوسط العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وحاصل ما في الآية الامتنان بالهداية والعدالة. الامتنان بالهداية والعدالة. انتهى كلامه. فالمقصود أن الوسط هو العدل. الوسط هو العدل. ويأتي الوسط بمعنى الخيار كذلك. يأتي الوسط بمعنى الخيار كذلك. قال الطبري في تفسيره وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار. يقال منه فلان وسط الحسب في قومه. أي متوسط الحسب. إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه. وهو وسط في قومه وواسط. كما يقال شاة يابسة اللبن ويبسة اللبن. وكما قال جل ثناؤه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط هم وسط ترطى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. طيب ثم جمع الطبري بين المعنيين أي الخيار والعدل. فقال وأما التأويل أي تأويل الوسط أي تفسير الوسط في الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل. وذلك معنى الخيار. لأن الخيار من الناس عدولهم. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره
والوسط ها هنا الخيار والأجود، والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها، أوسط العرب أي شنو؟ خير العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. انتهى كلامه. ومن ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، أعلى الجنة ووسط الجنة. وفسر السيوطي الوسط هنا في الحديث بالعدل، فسر الوسط هنا في الحديث بالخيار والأفضل، أي أن الجنة جنة الفردوس هي أفضل الجنان، هي أفضل الجنان. طيب، وكذلك يأتي الوسط بمعنى ما يكون بين شيئين فيهما إفراط وتفريط، ما يكون بين شيئين فيهما إفراط وتفريط. وفهم ذلك وجود طرفين، طرف يمين وطرف شمال، والوسط يكون في المنتصف، الوسط يكون في المنتصف. فما بين الإفراط والتفريط هو الوسط، ما بين الإفراط والتفريط هو الوسط. قال الطبري في تفسيره، قال الطبري في تفسيره وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء، هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، مثل وسط الدار. قال وأرى أن الله تعالى ذكره، وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، أي هذه الأمة الخاتمة، يعني وصفها الله بأنها وسط، قال الطبري لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، الذين غلوا بالترهب. وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه. فالمقصود أن النصارى أهل غلو، مقصد الطبري أن النصارى أهل غلو، غلوا في عيسى عليه السلام بما هو معروف من مقالاتهم، وغلوا في حظوظ النفس المباحة، فحرموا طيبات ما أحل الله لهم. طيب هذا هؤلاء جنوا جانب أي النصارى. طيب قال الطبري ولا هم أي أهل الإسلام، ولا هم أهل تقصير فيه أي في الدين، ولا هم أهل تقصير فيه. تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به. إذن هو شنو بيّن؟ أن المسلمين وسط بين اليهود وبين منه النصارى. طيب قال ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها،
انتهى كلامه. طيب هذه الوسطية أيضا قالوا هي سمة هذا الدين، الوسطية هي سمة دين الإسلام. قال الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن البصري رحمه الله: دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. دين الله وضع فوق التقصير ودون العلو ودون الغلو ودون الغلو. رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وسنده صحيح. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن كثير في تفسيره: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا، ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأصح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انتهى كلام ابن كثير، انتهى كلامه. طيب الله على هذا سار صدر الأمة وخيارها الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا على شنو؟ كانوا على الوسط، أي كانوا على الوسط. عن عمير بن إسحاق قال، عن عمير بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، يعني رأى أكثر الصحابة والقليل منهم لم يرهم. قال: لمن أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، ولا أقل تشديدا منهم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على اليسر، هذا المقصود، كانوا على اليسر وعدم التشديد. وأثر عمير بن إسحاق خرجه ابن سعد في الطبقات، خرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان. طيب لما وقع التفرق في الأمة، لما وقع التفرق في الأمة بقي أهل السنة على هدي الصحابة رضي الله عنهم في الوسط، بقي أهل السنة على هدي الصحابة رضي الله عنهم في الوسط. أما فرق الضلال فانحرفت إلى الطرفين إفراطا أو تفريطا، إفراطا أو تفريطا. والمعلم العام في هذا الشأن هنا قالوا: الوقوف عند حد الشرع، الوقوف عند حد الشرع دون ميل إلى طرف الإفراط أو التفريط، دون ميل إلى طرف الإفراط أو التفريط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: تلك حدود الله. فوضع الله تعالى حدودا وبينها، وضع الله تعالى للعباد حدودا وبينها وذكرها في آيات كثيرة. طيب الحد قالوا تقف عنده، فلا تفرط ولا تفرط، لا تفرط ولا تفرط، وإلا لما كان للحد معنى، وإلا لما كان للحد معنى. قال القرافي المالكي في الفروق، قال القرافي المالكي في الفروق: بل شأن العظماء إذا حدوا شيئا وقف عنده، بل شأن العظماء إذا حدوا شيئا وقف عنده، وعد الخروج عنه قلة أدب، وعد الخروج عنه قلة
قلة أدب. انتهى كلامه. وروى أبو نعيم الأصبهاني في الحلية عن أبي الحسين النوري قال من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وسئل أبو علي الرذباري عمن يسمع الملاهي يعني الملاهي والمعازف وشنو وما يجري مجرى ذلك، ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل ولكن إلى سقر. هذا رواه ابن عيم الأصبهاني في الحلية طيب، على هذا يعني عموما التزم أهل السنة الوسطية، لأنها سمة الإسلام على وفق مدلول النصوص. قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال الشاطبي في الاعتصام وعن مجاهد فبفتح القوسين قصد السبيل حيفسر الآية، يعني قصد السبيل أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر. وكلاهما من أوصاف البدع. طيب، كلام مجاهد أي المقتصد منها بين الغلي والتقصير، إلى هنا انتهى كلام مجاهد. وقوله وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر وكلاهما من أوصاف البدع، هذا كلام الشاطبي، انتهى كلامه. طيب، ثم ننبه لأن ما حكاه الشاطبي عن مجاهد هو خلاف المحكي عن مجاهد في كتب التفسير. ففي تفسير الطبري قال مجاهد طريق الحق على الله، هذا في تفسير الآية الكريمة من سورة النحل، وعلى الله قصد السبيل الثابت بإسناد قوي. في تفسير الطبري أن مجاهدا قال طريق الحق على الله، لكن أيضا في كلام الشاطبي لعزل مجاهد هي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، خلاص. فالكلام كمعنى صحيح، لأن القصد يأتي بمعنى الوسط. روى الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن سفيان بن حسين قال تدري ما الاختصاط؟ هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. وقال أبو العلا المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي، قال التربشتي الاقتصاد على ضربين أي نوعين الاقتصاد
على ضربين، أحدهما ما كان متوسطا بين محمود ومذموم، أحدهما ما كان متوسطا بين محمود ومذموم، كالمتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود، كالمتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود. وهذا الضرب أريد بقوله تعالى ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد. والثاني، المعنى الثاني، محمود على الإطلاق، محمود على الإطلاق، وذلك فيما له طرفان، وذلك فيما له طرفان، إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. كالجود، كالجود، فإنه بين الإسراف والبخل، فإنه بين الإسراف والبخل. والشجاعة، فإنها بين التهور والجبن، فإنها بين التهور والجبن. وقال الخطابي، الكلام كله الآن للمبارك فوري، وقال الخطابي والاقتصاد سلوك القصد في الأمور، سلوك القصد في الأمور، والدخول فيها برفق، والدخول فيها برفق على سبيل تمكن الدوام عليها. انتهى، انتهى كلامه. طيب، من النصوص الواردة في الوسطية، من النصوص الواردة في الوسطية، طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرة، إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، الحديث. طيب، قال في تحفة الأحوذي، قال في تحفة الأحوذي قوله إن لكل شيء شرة بكسر الشين المعجمة، بكسر الشين المعجمة، وتشديد الراء، وتشديد الراء، أي حرصا على الشيء ونشاطا ورغبة في الخير أو الشر، أو الشر. ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة. طيب، فترة هنا بفسر فيها الآن أو بشرح، قال بفتح الفاء وسكون التاء، بفتح الفاء وسكون التاء، أي وهنا وضعفا، أي وهنا وضعفا وسكونا، وهنا وضعفا وسكونا. فإن، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، فإن شرطية، شرطية، صاحبها سدد وقارب، صاحبها سدد وقارب، أي جعل صاحب الشرة عمله متوسطا، أي جعل صاحب الشرة عمله متوسطا،
وتجنب طرفي إفراط الشر وتفريط الفترة. وتجنب طرفي إفراط الشر وتفريط الفترة. فأرجوه أي أرجو الفلاح منه، أي أرجو الفلاح منه، فإنه يمكنه الدوام على الوسط، فإنه يمكنه الدوام على الوسط. انتهى. طيب، ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرا، إن لكل عمل شرا، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان شرته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد، رواه أحمد وصححه ابن حبان. طيب، إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان شرته إلى سنتي فقد أفلح. فقول صلى الله عليه وسلم سنتي تشمل سنة الاعتقاد، سنة الاعتقاد وجميع هديه صلى الله عليه وسلم. ولما كانت سنة الاعتقاد داخلة في معنى هذه اللفظة، فإن الإمام ابن حبان رحمه الله أورد هذا الحديث في أوائل صحيحه بترتيب ابن بلبان، وأورده في باب الاعتصام بالسنة، باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا، وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا. طيب، أما أقوال الصحابة في ذلك، أما أقوال الصحابة في ذلك، قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة النمط الأوسط، خير هذه الأمة النمط الأوسط، يلحق بهم التالي، يلحق بهم التالي، ويرجع إليهم الغالي. الغالي أي صاحب الغلو، والتالي هو السائر على الدرب. طيب، هذا رواه ابن أبي شيبة واللالكائي، رواه ابن أبي شيبة واللالكائي، وقال وهب بن منبه، وقال وهب بن منبه، هو طبعا ليس صحابي: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. رواه أبو يعلى. وعن إسحاق بن سويد قال، وعن إسحاق بن سويد قال: تعبد عبد الله بن مطرف، تعبد عبد الله بن مطرف، فقال له مطرف: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل، العلم أفضل من العمل. وهذا طبعا ليس بإطلاق، إنما سياق في إطار معين. والحسنة بين السيئتين، والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوساطها، وخير الأمور أوسطها، وشر السير الحقحق، وشر السير الحقحق. هذا رواه أبو عبيد في غريب الحديث، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية، وابن جرير الطبري في تفسيره. طيب، قال الشاطبي في الاعتصام، قال الشاطبي في الاعتصام: ومعنى قوله الحسنة بين سيئتين، الحسنة بين سيئتين، أن الحسنة هي القصد والعدل، أن الحسنة
هي القصد والعدل، والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير، والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير. وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية، وقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. ومعنى الحق حق أرفع السير وأتعبه للظهر، أرفع السير وأتعبه للظهر، وهو راجع إلى الغلو والإفراط، وهو راجع إلى الغلو والإفراط. انتهى كلامه. طيب، وفي بيان هذا الأصل العام بالنسبة للإسلام قال الشاطبي أيضا في كتاب الموافقات: إن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. وقال فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة العدل، ولا تقوم به مصلحة العدل. أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا. لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العند والحرج، يعني لو جاءته الفتوى مشددة مخالفة للنصوص، بغض إليه الدين، بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وهو مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال، أي شنو؟ الاستثار في الشهوات. إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة. والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة. انتهى كلامه. طيب، بقي بعد ذلك، يعني قالوا: انظر في الأصول الكلية لأهل السنة، انظر في الأصول الكلية لأهل السنة مثل معتقدهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معتقدهم في القدر، مثل معتقدهم في أسماء الله تعالى وصفاته، ومثل معتقدهم في أبواب الإيمان وأبواب التكفير وهكذا. طيب، عندما وقع التفرق بقي أهل السنة على الوسط كما مضى أو كما ذكرنا، وهذا ظاهر في أصولهم الكلية. لذلك قال الشاطبي في كتاب الموافقات، قال: فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط. قال: فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط. انتهى كلامه. والصحابة نفسهم رضي الله تعالى عنهم بيّنوا أن مورد الهلاك مجانبة الوسطية،
بينوا أن مورد الهلاك مجانبة الوسطية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهلك في رجلان، يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. رواه ابن أبي شيبة واللالكائي. وروى اللالكائي عن علي بن حسين قال: يا أهل العراق، يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام، أيشنو أهل البيت يعني، أحبون حب الإسلام، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا، أي شيء شنو شين، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. وعلى هذا يعني ما وقع خلاف كلي إلا كان الحق وسطا، ما وقع خلاف كلي سواء في القدر أو في الصحابة أو في الوعد والوعيد وهكذا إلا كان الحق وسطا. طيب، قال ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، قال ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: الحق مع الوسط بين الفرق، الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل، في جميع المسائل، لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك شيء، فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط، فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: هم، أي أهل السنة، هم الوسط في فرق الأمة، هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، بين الروافض والخوارج. انتهى كلامه. ويمكن أن يضاف إليه كما في تقرير كثير من العلماء، مثلا قالوا في باب رؤية الله تعالى بين يعني من ادعوها في الدنيا بالعيون وبين نفاتها يوم القيامة، يا هل الله جل جلاله يرى؟ فالله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وفسرت الآية على الوجوه المعروفة في التفسير: لا تدركه الأبصار، فمن فسرها بظاهرها قال هذا في الدنيا، أي أن الله تعالى في الدنيا لا يرى،
وعضد هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترون ربكم في الدنيا، هذا رواه مسلم في الصحيح. طيب، ولم يجعل الاستدلال بالآيات مضطردا في نفي الرؤية يوم القيامة، لأن إثبات رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين هذا ثابت في القرآن الكريم، وثابت كذلك في السنة في أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، فيكون النفي لا تدركه الأبصار، أي أن الأبصار لا تدركه إدراك إحاطة، لا تدركه إدراك إحاطة. طيب، إذن المقصود نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها شنو؟ إثباتها في الآخرة. في يعني من أهل الانحراف من أثبتها في الدنيا برؤية العين، قالوا أنهم يرون الله تعالى في الدنيا هنا، وطوائف مثلا مثل المعتزلة وغيرهم نفوها في الجنة، نفوها في الجنة. أما أهل السنة فنفوها في الدنيا وأثبتوها شنو؟ أثبتوها في الجنة كما استفادت بذلك النصوص. طيب، في نفس سياق الوسطية تحدث ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة في باب أو عن باب الأسباب والمسببات، ارتباط الأسباب بالمسببات، فقال وللناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب، لا نرتضيهما بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. طيب، فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، والوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين، ده كلام من القيم كله. وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين، فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط. ثم فصل قال كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعطلة والمشبهة الممثلة، وكانت وسطا في باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى، وبين من قتلهم وكذبهم فآمنوا بهم وصدقوهم وتركوهم من العبودية، وكانت وسطا في القدر بين الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كذب أو اختيار البتة، بل هو مجبور متهور، دي في اللغة هكذا، لكن النسخة اللي عندي بتاعت دار الحديث النسخة رديئة في الطباعة، والصواب مكهور، الصواب شنو؟ مكهور بالقاف وليس شنو؟ وليس بالتاء. لا اختيار له ولا فعل. وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته، فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة، وهو متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته، فما شاء الله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته، والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله، لا قوة لهم ولا قدرة عليه. قال وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث، فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قال وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي الباطل، وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل. قال وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب
فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها، ويسدون هذا الباب بالكلية، ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقابلونه بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه، ويحيلون على الاتفاق المصادفة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البتة. انتهى كلام القيم. طيب نحن نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.